هذه أكلات الشوارع عندنا في بنغلاديش. أمرا، فاكهة باباي، فاكهة جامبورا. زامبورا. إيوه زامبورا، ما أدري هذا إيش اسمه بالعربي. أنا ظهير بناكل أمرا، حامض طبعاً. أنا ظهير. إيش رأيك؟ طيب، طعمه طيب. طبعاً دوب ظبط لنا الشيء قدامنا. وهذه الجوافة. وحتى اللي يبغى كمان جاهز موجود، واللي يبغى يشتري لبيته موجود. بسم الله ناكل البابايا هذه. شوف هذا لون وهذا لون، لما عندهم هذا نفس الفاكهة.